كنوز الدراما. أصل الراديو، أصل الراديو. زوزو نبيل، ميرفت سعيد، سمير حسني في التحدي. البطولة رأفت فهيم، نجيب عبده، بالاشتراك مع مرسي الحطاب. التحدي، التأليف شريف شريف، الإخراج عاطف الحوفي. خير يا إيدي؟ للأسف مش خير يا بابا. التعيين جالك بعيد يا رشاد؟ في نجع من نجوع الصعيد الجواني. ولا يهمك، كلها سنة ولا اتنين وتتنقل مصر. اشمعنى أنا اللي اتعين في مكان زي ده بس؟ أكيد في غيرك عشرات اتعينوا هناك. لكن أنا عايش في القاهرة وتعلمت فيها لغاية ما اتخرجت يا بابا. يعني يا ابني الدولة هتجيب دكاترة من بره عشان تشغلهم في المناطق دي؟ يا بابا تعييني هناك معناه القضاء على أحلامي وطموحي. أظن الدولة ليها حق عليك ولازم توفيه يا رشاد. أنا لازم أتصرف، أنا هتصل بنيفين. نعم، عايز تتصل بخطيبتك عشان تتوسط لك عند أبوها؟ حضرتك عارف إن والدها راجل أعمال كبير وله علاقات ونفوذه. عايز رأيي يا ابني. اتفضل يا بابا. أنا من رأيي تستلم الوظيفة الأول. وبعد ما استلم الوظيفة يا بابا قدم طلب للمسؤولين واشرح لهم ظروفك. أيوة بس إذا رفضوا ينقلوني؟ في السعادة بقى تشتغل زيك زي غيرك وتحمد ربنا. كلمتي بابا يا نيفين؟ كلمته يا سيدي. وطبعا اتضايق لما عرف موضوع تعييني. أنا بقى اللي اتفرست يا رشاد. طب والعمل يا نيفين؟ بابي من رأيه تستلم العمل لغاية ما يتصرف. لسه هيتصرف يا رشاد يا حبيبي، موضوع نقلك مش سهل. يعني ايه المطلوب مني؟ انفذ القرار؟ عندك حل تاني؟ كنت فاكر ان حبك ليا هيخليك تتصرفي وتفكري لي في حل. العقل بيقول انك تنفذ القرار وبعدين بابي يتصرف يا رشاد. معقول يا نيفين؟ معقول؟ ده انت والدك شخصية كبيرة في البلد. ممكن اسألك سؤال؟ اتفضلي. انت خطبتني علشان بتحبني ولا علشان شخصية بابي؟ انت بتشكي في حبي ليكي؟ ما انت عارفة قد ايه بحبك. صدقني مش هيفوت اكتر من شهر وحتكون متنقل يا رشاد. صحيح باباكي قالك كده؟ ما انت عارف ان انا بنته الوحيدة. انا برضو كنت متأكد ان باباكي عمره ما هيوافق انك تعيشي معايا بعيد عنه. بقى نيفين بنت شوكة بيه تتجوز وتعيش في مكان زي ده؟ دي تبقى نكتة الموس. يعني اطمن اني هتنقل يا نيفين؟ اطمن اطمن يا حبيبي. لو سمحت ممكن تقفل الشباك شوية؟ الظاهر ان حضرتك مش واخد على ركوب القطر. دي اول مرة اركب قطر الصعيد. لهجتك بتقول انك من القاهرة. انا اصلا من الريف لكن الاقامة في القاهرة. اعرفك بنفسي، انا رؤوف سليمان من اسكندرية. اهلا وسهلا. وانا رشاد عبد الحميد دكتور. تبقى متعين جديد. اتعينت يا سيدي في نجع هنا، وادي جواب التعيين. ايه بتضحك على ايه؟ اصلا انا بشتغل مدرس ابتدائي في نفس النجع. والله صدفة غريبة فعلا. اخيرا وصل دكتور للنجع. ليه؟ هو النجع مفهوش دكاترة ولا ايه؟ اصل كل ما يتعين دكتور جديد يقدم استقالته بعد كام شهر او يتنقل او يبعد، المهم يسيب هنا ويمشي. ياه لدرجات الحياة هنا صعبة؟ اي تجربة في بدايتها صعب. الظاهر انك اتعودت على الحياة في المناطق دي يا استاذ رؤوف. كان لازم اكيف نفسي مع الظروف عشان اقوم بواجبي يا دكتور رشاد. واجبك كان ممكن تأديه في اي منطقة تانية يا استاذ. ما تنساش ان بلدنا مش القاهرة واسكندرية بس، مصر مدن وقرى وكفور وصحراء، يعني لازم نضحي كلنا عشان نوصل خدماتنا للناس دول. ما هو لو كنت خاطب زي
ما كنتش قلت الكلام ده. انا خاطب من اسكندرية وهتجوز السنة دي يا دكتور رشاد. ومعقول خطيبتك هتوافق تعيش معاك في النجح؟ وحياتك موافقة واهلها ما عندهمش اي اعتراض. انت بقالك كتير في النجع ده؟ حوالي سنتين. يا خبر، سنتين بحالهم؟ صدقني انا كنت الاول نفسيتي تعبانه زي، لكن مع الوقت بدات افكر باسلوب تاني. ازاي يعني؟ انا افضل انك تعيش التجربه بنفسك. شرفت النجع يا دكتور. متشكر. انت بقى نبوي التمرجي؟ ايوه، ودكتور كمان وقت اللزوم. يعني ايه؟ يعني في حالة عدم وجود دكتور اقوم انا باللازم. الله 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 الله، انت جننت ولا ايه؟ بقى يعني اللي يقدم العلاج لاهل النجع يبقى مجنون ولا ايه؟ المفروض اللي يشخص ويعالج الدكتور مش التمرجي. واذا كان كل دكتور عيشرف يقعد كام شهر ويطفش؟ في الساعات دي يتنقل المريض لمستشفى المركز. يا دكتور الطريق واعر، يعني المريض ممكن يموت قبل ما يوصل. برضو مش من حقك تقدم اي علاج للمريض. اني اوعدك اني مش هقدم علاج للاهالي، بس حضرتك كمان توعدني. اوعدك بيه؟ توعدني انك ما تخلاش بينا زي الدكاترة اللي قبلك. بالمناسبة بقى، ايوه، مفيش في النجع ده محل بقالة؟ ايوه. لا لا لا، لا الحقيقة مفيش. مفيش؟ ايوه. وتفتكر هشتغل في الناجع من غير ما اكل ولا اشرب؟ ولا يهمك يا دكتور، كل حاجه هتطلبها اوفرها لك بعود الله. ممكن اعرف ازاي؟ ما هو حسنين ابن عمي هيشتغل محضر المركز، يعني اللي هتطلبه هيجيبه لك هنا. لكن انا ما بعرفش اطبخ. يا سلام، ودي فيها حاجه، دي محسوبك طباخ بريمو كده. على كل حال مش عارف اشكرك ازاي يا نبوي. ده احنا اللي المفروض نشكرك يا بيه، سبت اهلك وناسك وجيت عشان تخدمنا يا دكتور رشاد. ده واجبي يا عم نبوي. ربنا يكرمك يا دكتور وتعمر معانا. اشتاق اشتوت من كل عين حساده، أشتاتا أشتوت من قلوب سودة خوانة، خلا صالحة في خدمة الأسياد، خلا صالحة في خدمة العباد. أشتاتا أشتوت، أشتاتا أشتوت، خلا صالحة. خير يا سعدون؟ التير الجديد وصل. بتقول إيه؟ دكتور جديد وصل النجع؟ شفته بعيني دول مع نبوي التمرجي. يبقى المفروض تتحرك وتطلع عيوب الدنيا فيه. كان لازم اجيلك الاول عشان ابلغك. عفرم عليك يا سعدون. انا من ناحيتي هقلب رجالة الناجع عليه. طبعا عارف هتقول ايه. هقول كتير كتير قوي. لازم تعكنن عليه حياته، لازم تطفشه زي ما طفشنا غيره. وحياتك لا يحصل اللي تفشه قبله. ده احنا ما صدقنا بلد تستر علينا وتلمنا. بقالنا دلوقتي فوق العشر سنين هنا. يعني اهل النجع بقوا مننا وعلينا، يعني اللي يهدد حياتي هنسفه. هو في حد في النجع يقدر يتحرك الا ببركتك؟ يا دي الدوخة، لفينا مدن وصحرة وكفور لغاية ما لقينا بلد أهلها على قد إيدينا. أيوة، هنا الأمان، هنا الناس طيبين وعلى نياتهم، والخطر بعيد عننا. مش جايز يا سعدون الدكتور بتاع المرة دي يكون واعر ودماغه ناشفة. يروح فينا خالة صالحة؟ يروح فين في بحرك الغويط؟ اسمع بقى يا سعدون، لازم تفضل قدام اهل النجع سعدون العبيط المعتوه الاهطل اللي الكل بيعطف عليه. اهطل اهطل، بس اعيش ومرجعش السجن تاني. شيطان يا سعدون. يا اهل النجع، يا
حليل نجعي، خلي بالكم الديب الديب بتاع مصر بحر وغويط ملوش قرار، شكله بالليل غير شكله بالنهار. الديب الديب مغرور عايز يكوش عليكم، عايز يعرف اسراركم، عايز يضحك عليكم. يا اهل النجع يا اهل النجع خلي بالكم الديب، الديب غدار غدار وملوش امان. لا لا هو ده مين هو الديب يا سعدون؟ انا سعدون الديب يا سعدون. الديب الديب هو الدكتور، والدكتور هو الديب. الديب هو الدكتور والدكتور هو الديب. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا خليفة أبو منصور من أعيان النجع. تشرفنا، خير إن شاء الله. الموضوع وما فيه إن بنت تقدم لها عريس. مبروك، ربنا يا سيدي يتمم بخير. عشانك ده قلت أجي تخلص لنا الموضوع. موضوع إيه؟ موضوع التسنين، أصل البنت صغيرة. طب وإيه المطلوب مني دلوقتي؟ تسننها، تقول إن سنها مناسب للجواز. ممكن اشوف البنت؟ ادخلي يا سكينة. الله 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 الله، ايه ده؟ هي دي بنتك اللي عايز تجوزها؟ صحيح، هي شكلها صغير لكن عمرها مش شوي. دي لا يمكن تزيد عن 14 سنة. تبقى عايز تعطل لنا الجواز. لازم تعرف ان جواز البنت في السن ده خطر عليها. يا دكتور يا دكتور، انا ابوهي وهجوزها على مسؤوليتي. انا اسف مش هقدر احقق لك طلبك. يعني ايه؟ يعني روح مستشفى المركز وهم يقوموا بالعملية دي. يا دكتور يا دكتور، انت اولى من الغريب. اولى؟ مش فاهم. نتفاهم. ايه ده؟ انت قصدك ترشيني؟ مش بيقولوا كل شيء بتمنه؟ انا مستعد ادفع اللي تطلبه يا دكتور. تعرف لولا ان دي اول مرة تجيلي الوحدة الصحية كنت عملت فيك ايه؟ كنت هتعمل ايه؟ كنت اشهد عليك واعمل لك قضيه. هو ده رايك يا دكتور؟ وراي اي دكتور عنده ضمير. صدقت خاله صالحه والواد سعدون لما قالوا معاليك انك مغرور وعجد. مين خاله صالحه دي؟ الدكتوره الحقيقيه للنجع، ست كلها بركه ومفهوميه. أستاذ رؤوف، أستاذ رؤوف. أيوة يا خليفة. شايف الدكتور صاحبك وعمايله؟ تبقى المشاكل ابتدت. هو اللي غاوى مشاكل ومش هيجيبها البر. إيه اللي حصل يا خليفة؟ حضرته رفض يسنن البيت. تبقى أكيد صغيرة. كيف عارف إنها صغيرة؟ إحنا بنجوز في النجع أصغر منها. بصراحة يا خليفة الموضوع ده خطير والدكتور عنده حق. أنت بتدافع عنه عشان صاحبك؟ لا 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 لا، مظبوط 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 يا عم خليفة. بسم الله الرحمن الرحيم، أنت طلعت منين يا هادي سعدون؟ ما هو اللي زي سعدون ملوش مكان غير الجحور، هو ده حال كل الفران. لا 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 لا، أنا مش فار. لا والله لأقول للخلاص صالحة تعملك عمل يأذيك. طول ما اللي زيكم موجود عمرنا ما هنتقدم وعمرنا ما هنشوف النور. يا أستاذ رؤوف سيبك منه، ده ود ود متدروش. والله انتوا طيبين زيادة عن اللزوم. يعني مش هتكلم الدكتور عشان نجوز البيت؟ يا خليفة يا خليفة، انت عارف ان انا راجل دغري وصريح. تقصد ايه يعني؟ اقصد اقولك ان اي شيء ضد القانون والضمير انا مش هوقف عليه. ما تتعبش نفسك، ما تتعبش نفسك، الاستاذ رؤوف صاحبه وهو اللي بيجوزه. الظاهر ان كلام سعدون صح يا استاذ رؤوف. هو ده رايك يا خليفة؟ ده مش رايه بس، ده رأي النجع كله. رؤوف صاحب الدكتور وهو اللي بيقويه. رؤوف صاحب الدكتور.
وهو اللي بيكبر رأوف صاحبك بكتر وهو اللي صباح الخير يا دكتور رشاد. اهلا 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 يا استاذ رؤوف. انت قاعد هنا والنجع مقلوب؟ خير، ايه اللي حصل؟ الظاهر ان اللي اسمها صالحه ابتدت الحرب ضدك كده اهو من غير سبب. شوف يا دكتور رشاد، ما دام الوحده الصحيه اتفتحت والرجل جريت عليها تبقى بتحاربها في رزقها. شوف يا استاذ رؤوف، لازم تعرف الست دي ان الوحده الصحيه ملك الاهل النجع ومن واجبنا نعالجهم. دي الست زي الأفعى، غدارة وملهاش أمان. يا سلام، للدرجة دي الناس مسحورين بيها؟ كفاية إنها قدرت تطفش أكتر من دكتور. أكيد لها أعوان بيساعدوها. هو شخص واحد مفيش غيره. مين هو الشخص ده؟ الواد سعدون. سعدون؟ هلا، الواد لهطة اللي لابس هدوم مقطعة وماسك شومة في إيده. أو الواد لهطة ده هو الأخطبوط. معقول؟ معقول بني آدم زي ده ممكن يأثر على الناس؟ بيقولوا عليه يا سيدي مكشوف عنه الحجاب. وطبعا كل بيت بيدخله بيعمل دعاية فيه لخلا صالحة، وفي نفس الوقت يقلب الناس على أي دكتور يوصل النجع. معنى كلامك بقى إنه ابتدى يقلب الناس عليا. ما هو عشان كده أنا جيت أحذرك منه. ويا ترى بيقول عني إيه؟ بيقول عنك إيه؟ بيخوف أهل النجع إنهم يقربوا منك. وطبعا اهل النجع بيصدقوه. في كتير مسحورين باللي اسمها صالحه، وفيهم اللي ابتدى يفتح عينه. احنا من واجبنا نفوق الناس دي من الاوهام اللي هم عايشين فيها. تفتكر نعمل ايه؟ نجمع جهودنا انا وانت وكل المدرسين اللي معاك. قصدك نعمل حملات توعيه ونقعد مع رجاله النجع ونحاول نفهمهم واجبنا؟ هي دي قضيتنا يا استاذ رؤوف. انا خايف ان الاجتماعات تقلب بغم. ما دام هدفنا الخير يبقى اكيد ربنا هيوفقنا. مين اللي بيخبط؟ افتح يا دكتور، انا عوضين. خير يا عوضين؟ مرتي يا دكتور تعبانه قوي. مالها؟ حاسه بايه؟ بتقول ان عندها مغص يعني حيفرتك مصارينها. طب ليه ما حاولتش تجيبها معاك؟ ما هي مش قادره تمشي على رجليها واصل يا دكتور. طب البيت بعيد عن هنا؟ هو في الطريق اللي موصل للجبل. معاك ركوبه؟ ايوه معايا يا دكتور. طيب دقيقه واحده اجيب الشنطه بتاعها. استرها يا رب. معلش خدي نفس. يا بوي خدي نفس جامد. مصاريني مصاريني كمان يا بوي. كمان حموت يا كمان. دكتور حموت. طيب اهدي بقى وكلميني، ممكن اعرف انت تعشيتي ايه؟ جوز حمام وفرخة. ده غير المرقة اللي مدوبة فيهم، الحاجات اللي قالت عليها الخالي. اعمل ايه غصب عني يا دكتور؟ غصب عنك؟ يعني ايه بقى غصب عني؟ الخالة الصالحة هي اللي حكمت. قالت لي لازم بعد ما كلهم اغسل ايدي ورجلي بدمهم. معقول يا ناس في عائل في الدنيا يعمل كده؟ غصبان يا دكتور، غصبان. كان لازم ننفذ اوامره عشان ربنا يعوض عليني. انتوا ما عندكوش ولاد؟ لا، هو انا لو كان عندي ولد واحد كنا عملنا كده واصل. اللي انتوا بتعملوه ده مش علاج، ده اسمه انتحار. ياما دكتور، ياما عملت لحجبة وياما شربتني حاجات امر من العنقب. ده غير الزار اللي بتعمله لمرتي. يا وزار كمان. بتقول يا دكتور ان علي اسياد
ولازم تخرجهم الأول. والسياد دول طلباتهم كتير قوي قوي يا دكتور. السياد إيه يا خلق؟ معقول يا عوضين؟ معقول ست زي دي تضحك عليكم بالشكل ده؟ ما هو انت لو كنت مكاني كنت عملت اكتر من كده يا دكتور. الراجل في بلدني ملوش اي قيمه، ملوش اي لازمه من غير واد يشيل اسمه. والست ما تبقى ست الا ما تخلف، واذا ما خلفت قال النجع يعيروها وجوزها يربيها ويتجوز عليها. يا ابوي يتجوز عليها. طب معلش معلش اديني دراعك بقى علشان اديك الحقنه دي. بس لازم تعرف يا عوضين ان الخلف ده بتاع ربنا. ايوه بس ربنا قال اسعم واحنا دينا بنسعم. يا عوضين الخاله صالحه دي دجاله. والعمل يا دكتور؟ على العموم الابره اللي انا اديتها لك دلوقتي هتخفف الالم، لكن لازم نعمل لك غسيل معده. هتغسلوا معدتي يا دكتور؟ ما تخافيش، غسيل المعده ده شيء بسيط خالص. طب وبعد غسيل المعده ده هيحصل ايه يا دكتور؟ ترتاح كام يوم في السرير لغايه ما صحتها تتحسن. انا ما يهمنيش الكلام ده يا دكتور، انا كل اللي يهمني ان مرأة تتخلف باذن الله. ويبقى لازم تعرضها على اخصائي في المركز. ايه اخصائي دي؟ هو ده الطريق السليم اللي لازم تمشي فيه يا عوضين. يا اهل نجع، يا اهل نجع، فوقوا فوقوا قبل فوات الاوان. الديب جاي من مصر عشان يخلص عليكم. الديب سان سنانة عشان ينهش في لحمكم زي حارب الخالة صالحة اللي كلها بركة. الخالة اللي بتحبكم اغذوا الديب قبل ما يقضي عليكم. الديب غدار، الديب غدار وملوش أمان، الديب غدار وملوش أمان. هو الواد سعدون يقصد مين يا خليفي؟ يقصد اللي ما يتسمى، يقصد الدكتور يا عوضين. يعني الدكتور اللي كل شهامي بيتكلم عنه بالشكل ده. وانت بتدافع عنه ليه يا عوضيه؟ ما تنساش انه نجى مرتي من الموت. ما هو لو كان دكتور فهمان صحيح كان عالجها وخلاها تجيب لك الواد. كتر خيره انه دلني على الاخصائي اللي في المركز. اخصائي يعني ايه؟ اخصائي قال كتب لها علاج وقال ان شاء الله ربنا حيسهل. الاخصائي اللي قال لك كده؟ ايوه. يعني بطلتم تروحوا للخاله صالحه؟ اصل يعني معقوله بعد الكلام اللي سمعناه من الدكتور ومن المدرسين دول كلهم لسه هنعتقد فيها ونصدق كلامي؟ صراحه 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 يا عوضين اني مقهور منه بشكل، مقهور منه قوي من يوم ما رفض يسنن البنيه. ايوه ما هو لو كان انسان ما عندوش ضمير كان خد منك قرشين ومشى حاله وعمل كل اللي انت عايزه. اها مش يمكن كان بيمثل علي انه راجل شريف؟ لا 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 لا، الانسان اللي عايش على القرش الحرام ماله دايما ريحته بتفوح يا بوي. بيني وبينك يا عوضين انا عيالي كلهم بعالجهم عند الخالة صالحة. بقول لك ايه، بكرة هتندم على الكلام اللي بتقوله ده كله يا خليفي. الأخبار؟ الأخبار ما تسرش يا خالة صالحة. اتكلم على طول. الدكتور ابتدى يجمع أهل النجا حواليه. وانت رحت فين يا فالح؟ أنا عملت كل اللي أقدر عليه. معنى كلامك ده إن فيه ناس ابتدت تصدقه. ما حكاية زكية مرات عوضين هي اللي لخبطت الدنيا. أنا عارفة إن عوضين ابتدى يشن عليا. بيقول إنك كنت هتموت الحرمة. موت لما تشيله. والأهم من كده إن الدكتور ابتدى يعمل اجتماعات مع أهل النجا. الإيه؟
يعمل اجتماعات فين؟ كل يوم في بيت شكل. وطبعا المدرس اللي اسمه رؤوف معاه. يا ريت كان رؤوف لوحده. تقصد ايه؟ كل المدرسين انضموا ليهم ومعاهم اللي اسمه الاخصائي ده الاجتماعي. يعني عاملين رباطية عليا ومصممين يحاربونا ويقفوا حنا. كل منك يا دكتور ان ما وريته. أشتوت من كل عين حسادة، أشتوت من قلوب سودة خوانة، أشتوت الخالة صالحة في خدمة الأسياد، الخالة صالحة في خدمة العباد. يا عمود يا أبوي، خالة صالحة، الواد جماله إيه يا خالة صالحة؟ ابنك يا خليفة فيها عين صبته، عين حسودة، قلبها أسود من سواد الليل. يا ولدي يا ولدي، يا ترى عين مين دي؟ هو في عين حسودة غيرها؟ تقصدي مين يا خالة صالحة؟ أقصد عين زكية حرمة عوضين. معقولة؟ معقولة حرمة عوضين تحسد الواد اللي حلتي؟ بسم الله بسم الله بسم الله. والعمل يا خالة صالحة؟ المرة دي هحضر لك حجاب بس سر باتع. ايوه يا خالة صالحة، يا خالة صالحة، ما الحجاب اللي قبلك ده ما جابتش نتيجة واصل. لا، الحجاب ده هو اللي حيخلصه من كل الشر اللي جواك. وايه الخلطه اللي بتعمليها دي يا خالة صالحة؟ اشتاد اشتوت خلطه كلها فوائد. وهو ده العلاج دلوقتي؟ باقي البخور والدعاء. ايوه يا خالة صالحة، ادعي له يا خالة صالحة ان ربنا يشفيه. ربنا يشفيه. بخرتك من كل عين شريرة، بخرتك من كل نفس رضية، بخرتك من عين اللي اسمها زكية. أشتوت صالحة في خدمة الزيان، صالحة في خدمة العباد. مين اللي بيخبط؟ أبي خليفة يا دكتور. في ايه يا خليفة؟ ولدي يا دكتور. ماله ابنك؟ من ساعة ما رجعت بيه من عند الخالة صالحة وهو مغمى عليه. طيب حط الولد على السرير. ايه احطه فين؟ حطه على السرير بسرعة. حاضر تعال يا ولدي، تعال يا نوم. هو ما بينطقش ليه يا دكتور؟ أرجوك انتظر شوية لغاية ما أشوف النبض بتاعه. النبض بتاعه يعني إيه؟ استنى شوية. خير يا دكتور. ممكن تقولي الخالة صالحة ادته إيه؟ إيه؟ ادته خلطة بتقول إن فيها الشفاء. وريني الخلطة دي. أهي معايا أهي. أنا جبتها معايا. أيوه عشان تشوفها يا دكتور. أهي. وريني. ايه دي؟ ايه ده؟ دي خلطة ريحتها عفونة. هتقول ان كلها بركة؟ ما شاء الله، وطبعا صدقتها. معقول حد يكذب الخالة صالحة يا دكتور؟ طب امسك دراع الولد، امسك عشان اديله الحقنة. حاضر يا دكتور. بس اموت يا ابوي. هو عنده ايه يا دكتور؟ هو بخير والحمد لله. خد يا حبيبي،
خد النعناع دي هتلاقيها حلوة خالص. احتمال ان البلهارسيا اللي عنده أثرت عليه. طب وعلاج الخالة صالحة؟ ده مش علاج، دي وصفات متخلفة ملهاش أي أساس علمي. يعني ممكن تضر يا دكتور؟ وممكن تقتل كمان. تقتل؟ والعمل يا دكتور؟ لازم الولد يقعد معايا في الوحدة لحد ما نعمل له التحاليل اللازمة ونشوف عنده إيه. وبعدين يا دكتور؟ وبعدين نكتب له العلاج وربنا هو الشافي. منك لله يا خالة صالحة. خالة إيه بقى؟ منك لله يا صالحة. مريه مالك يا دكتور؟ الظاهر اني مرهق شويه من ليله امبارح. امال ايه هو اللي عملته شويه ده؟ انت نجدت الولد بعجوبه. الفضل لله يا نبوي. وعدم المؤاخذه يعني الولد كان عنده ايه؟ زي ما توقعت، بالهرسيا حاده اثرت على الكبد، ده غير تعب في المعده بسبب وصفات الخاله صالحه. خالته دي مصيبه، المفروض يسموها المصيبه مش صالحه. برضو انتوا السبب يا نبوي مش هي. ايه كيف يا دكتور؟ لو كنتوا رفضتوا تستعينوا بيها من الاول ما كانتش سيطرت عليكم كل السنين اللي فاتت. يا دكتور دي هتسحر، ما فيش حد واصل يقدر عليها. الطب الحديث سلاحه اقوى من كل سحر. هيقولوا انها مخاوية جن. الجن ما يمسش الا النفوس الضعيفة. باين. قصدك ايه يا دكتور؟ قصدي ان الجهل سيطر عليكم عماكم عن الحقيقة. ما تنساش انك حققت اللي غيرك ما قدرش يحققه. حققت ايه؟ انا كل اللي حققته 7-8 رجالة ابتدوا يتغيروا ويفوقوا من الوهم اللي هم عايشين فيه. ما هو 7-8 رجالة دول كل واحد فيهم قدر يأثر على حرمة ولاده، يعني الناس ابتدت تعرف الحقيقة. بصراحة انا تعبت يا نبوي. خبر يا دكتور؟ يعني ايه؟ عايز بعد النجاح اللي حققته ده كله تتخلى عننا؟ يا نبوي انا حاسس ان معظم اهل النجع بيكرهوني. لا صدقني مش هم اللي هيكرهوك، الجهل اللي مسيطر عليهم هو اللي هيحاربك يا دكتور. يا نبوي ده انا والاستاذ رؤوف والمدرسين بذلنا كل جهدنا علشان اهل النجع. صدقني اهل النجع ابتدوا يحبوك يا دكتور بعد ما حسوا بالخير اللي جواك. انا كمان بحبهم يا نبوي، والحب ده هو اللي بيقويني على مواجهة الخطر. خطر المصيبة صالحة دي جرب ينتهي بعد ما الناس كشفت دجلها. الخطر مش في الخالة صالحة وبس، الخطر الحقيقي في طريقة تفكيرهم. صدقني لو فكروا صح ولا 1000 صالحة هتقدر تأثر عليهم. تغيير محتاج لوقت يا دكتور، يعني لازم تصبر. معك حق يا نبوي، معك حق، التغيير محتاج لصبر. لا قول لي يا دكتور، بالمناسبة يعني ايه اخبار الاهل في مصر؟ والله الجوابات اللي بتوصلني بتقول انهم بخير. مادام قالوا لك بخير يبقى ان شاء الله بخير. يا ابني يا حبيبي وحشتني. عبد الحميد. نعم. قول لي يا اخويا ايه اخبار ابننا يا عبد الحميد؟ اخبار خير، كل الجوابات اللي بتوصلني بتقول انه بخير. قلبي حاسس انه تعبان. طبعا ما هو المفروض يا عطيات ان الشباب يتعب، امال يتعب ويشقى؟ مش هما دول المستقبل يا عطيات ولا مش هما؟ يعني خلاص اتقفلت في وشهم، مفيش غير ابننا اللي يعينه في الصعيد. يا عطيات الصعيد حته من مصر ولا مش حته من مصر؟ حته من مصر. مادام حته من مصر يعني احنا بقى نستحمل الصعيد، ماله يعني كل الناس اللي هناك مش اهلنا ولا مش اهلنا؟ اهلنا بس يعني عيانة. ايه تاني يا ترى؟ عامل ايه يا ابني بغربتك؟ غربه مين؟ قلت ايه يا عطيه؟ انت هتربيه الخفيف تقول له غربه؟ غربه ايه؟ شوف يا عطيات المولد، عقلي وركزي وهلي. الغربة الحقيقية يا عطيات لو سافر برا دي اسمها غربة، لكن جوه بلده في الصعيد في أسوان في اسكندرية كل واحد. ما انا عارفة يا عبد الحميد،
انت يعني بتحاول بكلامك ده بقى انك تصبرني وخلاص يا ستي؟ اصبر مين؟ انا بحاول يا عطيات افهمك الحقيقة. ايوه افهمك الحقيقة عشان ما تقلقيش بالشكل ده. ما تقلقيش. ما قالكش بقى يا اخويا هينزل اجازة امتى؟ ايوه ما دي بقى المفاجأة اللي كنت محضرها لك يا ستي. امتى امتى هيجي؟ امتى ابني هيجي؟ امتى يا عبد الحميد؟ هقولك السبت الجاي ان شاء الله. انا كل اللي يهمني دلوقتي اني اطمن على ابني. ان شاء الله ان شاء الله هتطمني عليه وتفرحي بيه كمان. انا فرحتي الحقيقيه يا عبد الحميد يوم ما يتنقل ويتجوز. مش جايز يعني؟ مش جايز موضوع نقله ده يطول شويه يا عطيات. لا بقى لا، انت ما قلتليش كده. قول لي بقى. نعم. انت مش قلتلي ان ابو نيفين يعرف ناس مهمين؟ شوفي ما اقولك، انا من رايي شخصيا، ده رأيي الشخصي، أي يتنقل نقل طبيعي. عارفة يعني ايه نقل طبيعي؟ نقل طبيعي ونقل صناعي يعني ايه يا عبد الحميد؟ يعني ايه؟ يعني مش عايزينه يعتمد على الوسطة. ايوة ايوة يا عبد الحميد، بس العقل بيقول انه لازم يتنقل عشان يستقر ويتجوز. وافرضي افرضي يعني يا عطيات ما تنقلش دلوقتي، هتتهدي الدنيا ولا هتتهدي؟ افرضي يعني. يبقى حليني بقى يا عالم بقى، هيتجوز امتى يا عبد الحميد؟ الله، طب وليه؟ وليه الجواز الطول ما دام احنا جاهزين؟ يعني هو انت بعقلك انت بقى كده معقوله شوكت بيه هيسمح لبنته تعيش في الصعيد؟ تعيش يا ستي، تعيش معاه في اخر الدنيا ان شاء الله في الصين، ما دام شارياه وبتحبه وبتعزه تعيش. ما قلناش حاجه. الله، امال ايه؟ بقول لك ايه. نعم. اسمعني بس. قولي. عشان خاطري، عشان خاطري انا اتصل بشوكت بيه. طب هو الاتصال معناه ايه؟ عارفه معناه ايه يا عطيات؟ معناه ايه الاتصال؟ معناه السؤال عن النقل. هو لازم يتحرك هو كمان. يا ست عطيات هانم ابوس ايدك. يا عطيات انت عارفه كويس قوي انا ضد الوصايه، ما احبش الوصايه، انا طول عمري كده، انا ما احبش حد ابدا. شوفي ما تكتريش عليا. معلش بقى المره، عشان خاطري انا، عشان خاطري يا عبد الحميد. شوفي يا عطيات، انا كل اللي هعمله هتصل بنيفين عشان اطمن عليها فقط. يا سلام عليك وعلى مخك الناشف، طول عمرك عنيد يا عبد الحميد. قصدك طول عمري حقاني يا عطيه. ايوه نيفين يا حبيبتي. شايفك مشغول. مفيش اي حاجه في الدنيا ممكن تشغلني عنك يا حبيبتي. يا حبيبي يا بابي، افهم من كده بقى انك تهمك سعادتي؟ طبعا يا روح قلبي. لو كان كلامك صحيح كنت اهتميت بموضوع رشاد. قصدك موضوع النقل؟ ايوه، اظن انت وعدتني. لازم والده اتصل بيكي. والده عمره ما كلمني في موضوع النقل. الراجل ده غريب جدا، إنسان ما شفت ازايه. تعرفي عمره ما اتصل بي علشان اتوسط له في أي موضوع. يا بابي أنا اللي يهمني رشاد مش أبوه. بصراحة أنا اتكلمت مع المسؤولين وطبعا وعدوك إنه هيتنقل. للأسف قالوا لي موضوع حساس ولازم ينتظر دوره. معقول الكلام ده؟ كان لازم تفكري يا نيفين، كان لازم تفكري ألف مرة قبل ما ترتبطي بيه. يا بابي انا بحب رشاد. وادي نتيجه العواطف يا حبيبتي، ارتبطتي بدكتور لسه هيبدا يطلع السلم، واول سلمه له في الصعيد. يا بابي رشاد بيحبني. لكن مفلس ومحتاج لاي حد يسنده. للدرجه دي بتكرهه؟ انا ما بكرهوش يا حبيبتي، بس انت عارفه ان مستواه الاجتماعي متواضع. طب والعمل يا بابي؟ العمل انك تفكري في مصلحتك وبس. ارجوك وضح كلامك. في حلين اتنين قدامك ولازم تحددي موقفك. ممكن اعرف الحلين؟ الحل الاولاني انك تنتظري لغاية ما يتنقل. معقولة؟ معقولة يا بابي استنى كام سنة لغاية ما يتنقل؟ والحل التاني انك تعيش معاه بقى في الصعيد. امبوسيبل، انا اعيش في الصعيد؟ مادام اخترتيه لازم تعيش معاه في الصعيد.
ولا كلمة ولا حركة يا دكتور. انت مين؟ انا هلباوي. هلا؟ هلباوي البهنساوي. ممكن اعرف انت عايز ايه؟ عايزك تحافظ على حياتي يا دكتور. احافظ على حياتك؟ يعني انا اقول لك اهل النجع كلهم يا دكتور بيطردوني. بيطردوك من غير سبب؟ لا، في سبب، وسبب واعر قوي يا دكتور. ايه هو؟ انا طخيت واحد منهم. طب ليه؟ ليه عملت كده؟ كان لازم اخد بطار المرحوم ابوي. ابويا اللي قتلوه. كان لازم ارفع راس بين الناس يا دكتور. ده عار، ولازم اخد بطار ابوي. عار وطار؟ عايز تقتل في الناس وتطلب مني الحماية؟ ايوة لازم تعمل كده يا دكتور. انا قتلت اللي قتل ابويا وبس، ما عملتش حاجة تاني. واكيد اهله عايزين يقتلوك. ضروري، ما هدي حياتنا يا دكتور، وده قدرني. غلط غلط، عمر الحياة ما كانت قتل ودم. الحياة امل وعمل وبنى ومستقبل افضل. الوضع ده انتوا بجهلكوا خلقتوه، وبالشر اللي جواكم فرضتوه. بقول لك يا دكتور، الكلام ده بلاش منه، الكلام ده تفهموه انتوا في المدن هناك، لكن احنا عندنا هنا في بلدني غير كده خالص يا دكتور. اسمع ما اقولك، مفيش حل غير انك تسلم نفسك. نعم بتقول ايه يا دكتور؟ تسلم نفسك. لا، انا يا دكتور اسلم نفسي للبوليس؟ اظن افضل ما اسلمك لاهل النجعة اللي منتظرينك بره. ايوه بس انا لو طلعت بره يا دكتور مش عارف هيحصل لي ايه. دول على طول هيقتلوني يا دكتور، هيقتلوني. ما تخافش، اوعدك اني احافظ على حياتك. انا عايز اسالك سؤال يا دكتور. انت متاكد من كلامك ده؟ بس ليا شرط واحد. شرط؟ شرط ايه يا دكتور؟ سلمني سلاحك. طب واذا طخوني يا دكتور؟ قلت لك هحافظ عليك بحياتي. كده؟ طب اتفضل، ادي السلاح اهو يا دكتور. افتح الباب يا دكتور رشاد. انا مش هفتح الباب الا لما الكل يبعد عن باب الوحده. انت كده بتحمي القاتل. انا بحميكم من نفوسكم، بحميكم من الشر اللي جواكم. انا ممكن اكسر الباب واخلص عن مجرم. قبل ما تخلصوا عليه خلصوا عليا انا. افتح الباب ولا تقتلوا. انا وعدته انه حافظ على حياته، وهو مستعد يسلم نفسه للبوليس. احنا لازم ننتقم منه. لا، في قانون في البلد المفروض نحترمه. الروح ملك لله وحده بس، والاعتداء عليها اعتداء على شرع ربنا. خير يا سعدون؟ عندي ليكي خبر يساوي مليون جنيه. خلصتي وجيت من الاخر. الدكتور رشاد. اشمعنى؟ هترتاحي منه. معقوله هينقلوه؟ ما انت عارفه ان اهل النجع ما يقدروش يستغنوا عنه. يبقى لازم اقدم استقالته. ذاك العيش ومن الدكتوره، معقول يستقيل؟ اتكلم دغري وبلاش تلوين في الكلام. طبعا سمعت عن هلباوي البهنساوي. مش هو ده اللي ولاد ابو سليم قتلوا ابوه من 20 سنة؟ ودارت ليام، وهلباوي الصغير كبر وجي ينتقم. وقدر ينتقم؟ قتل اكبر راس في ولاد الزناتي. يبقى قتل محروس. طخ وهرب، وعارفة هو فين دلوقتي؟ فين يا سعدون؟ عند الدكتور في الوحدة الصحية.
المهم اني معاه سلاح والشر بتعبي جواه. يعني الدكتور لو عمل فيها بطل هيخلص عليه. واذا عمل شهم اهل النجا مش هيسكتوا. امتى بقى؟ امتى نخلص منه ونشتغل براحتنا؟ بكره الزباين اللي معوكي يركعوا تحت رجليكي. حلو، ساعتها مفيش حد حينافسني. الكل هيرجع يبوس الايدي ويطلب السماح. وعشان اسامح لازم ارضي الاسياد. والاسياد طالبين عجول وخرفان وطيور. الاسياد طالبين ذهب وعطر وبخور. لا 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 لا، الاسياد طالبين نقديه. حلو. حاكم الاسياد بيعشقوا النقديه. انا بقى مش هرتاح الا لما سمعني الخبر اللي هو. هلا هلا الليله حلولا. أنا مش عارف أشكرك إزاي يا دكتور رشاد. الشكر لله يا حضرة الضابط. لولاك كانت حصلت كارثة في النجع. كان لازم أخد موقف قبل الحكاية ما تقلب بمأساة. تعرف إن كان ممكن المجرم يأذيك. وكان ممكن أهل النجع يأذوني. كنت عارف كل ده وصممت على موقفك. كان لازم أحمي أهل النجع من الغضب اللي جواهم علشان ما يتورطوش. للدرجة ده حبيت أهل النجع؟ وأعتقد إن هم كمان حبوني. هم لولا بيحبوك كانوا خلوك تسلم هلباوي لينا بسهولة دي. أنا لله دي أسعد إنسان في الدنيا. الأخبار يا سعدون؟ إحنا ما عدلناش عيشة في النجعة. عايز صالحة تستسلم للدكتور بالسهولة دي؟ الدكتور بقى بطل عند الناس بعد موضوع الباوي. لازم نكمل مشوارنا مع الدكتور للآخر. قصدك يعني لازم تريحني منه؟ ايوه بس لكن ما لكنش. اللي هتطلبه هدفعه. أوامرك أوامرك يا خالة صالحة. بيخبط. افتح يا دكتور. انت مين؟ حمد لله على سلامتك يا دكتور. الله يسلمك يا حضرة الضابط. انت انكتب لك عمر جديد. الأعمار بيد الله. ده لولا خليفة وعوضين اتبرعوا بدمهم كنت انتهيت. اتبرعوا لي بدمهم؟ من حسن حظك ان فصيلة دمهم هي نفس فصيلة دمك. يا للدرجة دي الناس هنا طيبين؟ انت خلاص بقيت واحد منهم. اظن دلوقتي ممكن اخد اقوالك. للأسف ما عنديش كلام عشان اقوله. يعني ايه؟ يعني كل اللي شفته مجرد شبح متلتم ولابس هدوم سودة. تفتكر مين اللي ممكن يفكر في قتلك؟ ما عرفش. ربنا وحده هو اللي يعلم. غبي غبي وهتفضل طول عمرك غبي. انا مش غبي. لو كنت ذكي صحيح كنت ريحتنا منه. انا قمت بالمهمة اخر تمام،
لكن بقى الأعمار بيد الله. ولولا أهل الناجع نقلوه على مستشفى المركز كان انتهى من زمان. وبصراحة بقى أهل الناجع عينيهم مفتحة علينا قوي. انت قلت لي ان الدكتور متعين جديد؟ ايوه، اول تعيين له في النجع. وقلت لي انه خاطب. سمعت انه خاطب من عيله كبيره قوي، والواضح انه من عيله على قد حالها. قولي لي بس انت عايزه توصلي لايه؟ بعدين هتفهم يا سعدون. مساء الخير يا دكتور. مين؟ خالة صالحة؟ ايوه طبعا، زيارة مش مرغوب فيه. اتفضلي اتفضلي اتفضلي، ارتاح. يريح قلبك يا ولدي. اسمع يا دكتور، انا وليا دغري واحب اختصر الطريق. انا كمان احب الوضوح. خلاص نبقى متفقين. على ايه يا دكتور؟ خليني اكل لقمه عيش وابعد عن النجع. انا لا يمكن حسيب النجع. حتى لو عرضت عليك المبلغ ده. انت بتقولي ايه؟ عايزاني ابيع ضميري وشرف المهنه بالفلوس؟ ضميرك وشرف المهنه عمرهم حيخلوك تتجوز وتفرح. الزياره انتهت يا صالحه. بتتحداني يا دكتور؟ ايوة بتحداكي. وانا قبلت التحدي. الحقنا يا دكتور الحقنا. في ايه يا نبوي؟ انبوبة البوتاجاز انفجرت في سعدون. هو فين دلوقتي؟ اهل البلد شيلوا برا. دخلوه بسرعة. دكتور رشاد سعدون، مفيش داعي للكلام يا سعدون، تعال تعال ارتاح هنا. ما تتعبش نفسك يا دكتور، انا حاسس ان نهايتي قربت. انت عايز تقول ايه يا سعدون؟ اتكلم. سامحني سامحني يا دكتور. اسامحك؟ كان قلبي حاسس انك انت اللي ضربت الرصاص عليا. الشيطانة هي اللي حرطتني. اللي اسمها صالحة دي لازم تمشي من النجع. مش كفاية انها كانت هتضيع الواد اللي حلتي؟ ده غير حرمتي اللي فضلت وراها لغاية صحتها ما تهدت، لولا الدكتور كتر خيره. سعدون سعدون رد عليا. سامحني سامحني يا دكتور. سعدون سامحوني. كلك سعدون سعدون. إنا لله وإنا إليه راجعون. ايه والله من قدامي انت وهو؟ فين سعدون يا دكتور؟ سعدون مات يا خالة. بتقول مات؟ وانت خلاص انتهيتي. انتهيت؟ انا مستعد امشي من نجع. مشيك من النجع مش هو الحل، لانك ممكن تروحي اي بلد وتخربي فيها. قصدك ايه يا دكتور؟ سعدون اعترف قدام كل الناس دول انك حرضتيه على قتلي. لا لا لا، انا ما حرضتش حد. المفروض اللي زيك تترمي في الجبل والديابه تتعشى بلحمي. المفروض اننا نخلص عليها بايدينا. لا 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 لا، الست دي حنسلمها لشرطه المركز، والقانون هو اللي حيقول كلمته. ما بتتأخرش علينا يا دكتور. كلها أسبوع وهرجع يا نبوي. أيوه بس الوحدة الصحية من غيرك هتبقى مضلمة. أنا كلمت مستشفى المركز علشان يبعتولكم دكتور لغاية ما أرجع من الأجازة. ايوه
بس أوصيك وأمنك تخلي بالك من نفسك يا دكتور. الله 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 جرايه، أنت بتعيط يا نبوي؟ أصلك هتوحشني أوي. وبصراحة بقى ربنا وحده هو اللي يعلم إحنا حبنا قد إيه. تروح وترجع بالسلامة يا دكتور. الله يسلمك يا عوضين. دكتور رشاد، يا دكتور رشاد الزوادة دي عشان الطريق. الله. الطريق من هنا لمصر طويل. ليه تتعب نفسك يا خليفة؟ تعب إيه يا دكتور؟ ده انت معزتك عندنا كبيرة قوي. يا سلام، عمري ما هنسى ابدا انكم اديتوني دمكم في يوم من الايام علشان اعيش. هترجع يا دكتور رشاد؟ لازم ارجع يا استاذ رؤوف علشان اكمل المشوار. اشمعنى انا اللي اتعين في الصعيد الجواني؟ بقى نيفين بنت شوكت دي تتجوز وتعيش في الصعيد؟ ام بصيت دي تبقى نكتة الموسم. ياه، للدرجة دي الحياة هناك صعبة؟ اي تجربة في بدايتها صعبة. اني اوعدك اني مش هقدم اي علاج للاهالي، بس انت كمان توعدني. اوعدك بايه؟ توعدني انك ما تخلاش بينا زي الدكاترة اللي قبلك. مين الخالة صالحة دي؟ الدكتورة الحقيقية للنجع، ست كلها بركة ومفهومية. دي ست زي الأفعى، غدارة وملهاش أمان. يا ما عملت لحجبة ويا ما شربتني حاجات أمر من العلقم. يا دكتور دي عتسحر، ما فيش حد هيقدر عليها. بتتحداني يا دكتور؟ أيوة بتحداك يا صالحة. وأنا قبلت التحدي. ابني حبيبي رشاد. وحشتيني وحشتيني يا امي. يا نور عين امك يا حبيب قلبي، وانت اكتر يا حبيبي. اهلا اهلا، ازيك يا بابا؟ بالحضن يا ابني. وحشتيني وحشتيني جدا. وحشتيني وحشتوني كله يا حبيبي يا عليا. طب اقول ايه، عن اذنكم دقيقه واحده على فص عيني لما احضر لك الاكل اللي انا عامله لك اللي بتحبه. اوام يا ماما. عيني يا حبيبي. نيفين ازيها يا بابا؟ نيفين كويسه. مالك يا بابا؟ بصراحة يا رشاد، ولد نيفين جالي الشغل من يومين وقال كلام ما عجبنيش. الكلام ما عجبكش؟ قال لك ايه يا بابا؟ قال ان نيفين عمرها ما هتيجي معاك الصيد. ها؟ يبقى لازم اقابلها الليلة دي. وحشتني وحشتني قوي 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 يا رشاد. انت كمان وحشتيني قوي 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 يا نيفين. انا مش مصدقه اننا اتجمعنا تاني. ايوه، وفي نفس المكان اللي شهد على قصه حبنا. يعني عايز تفهمني انك بتحبني؟ عندك شك في حبي ليكي؟ لو كان كلامك صحيح كنت استقلت من الحكومه. استقيل من الحكومه؟ ما هو بابي هيشغلك في مستشفى خاص. اسف يا نيفين. كده تبقى بتفضل اهل النجع على حب ليك. اهل النجع محتاجين لي ولازم اكمل معاهم الطريق. انت اتغيرت خالص يا رشاد. انا هناك اتعلمت حاجات كتير كتير قوي، حاجات كانت غايبة عني. يعني فين؟ يعني بترفض العرض؟ وبعرض عليكي عرض افضل. عرض ايه؟ اننا نتجوز ونعيش في النجع. انت اكيد مش في وعي. انا حددت طريق يعني فين. فكر قبل ما تندم يا دكتور. انا فكرت كتير كتير قوي وجاه وقت القرار. على فين يا رشاد؟ انا مسافر للناس اللي محتاجين لي، الناس اللي حبيتهم وحبوني. انا نيفين لو اتخليت عن الناس دول ابقى انتهيت كانسان. كنتم مع التحدي، بطولة زوزو نبيل، ميرفت سعيد، سمير حسني، بالاشتراك مع رأفت فهيم،
مرسي الحطاب، نجيب عبدو، عثمان الحمامصي، قاسم الدالي، عصمة الشناوي، عواطف حلمي، صلاح عفيفي، أحمد زيادة. التسجيل والمونتاج هشام رمضان.